السلام عليكم واهلا وسهلا مشاهدي الفيديو. معكم هند غزالي من كازا. هند غزالي، شنو الموضوع اللي بغيتي تحكي لنا عليه؟ سمعك انك مبدعه في الرقص في الغناء، يعني عندك مجموعه ديال المواهب، حكي لنا عليه. اوكي، مبدئيا انا عندي موضوعين. الموضوع الاول كيتعلق بالموهبه اللي عندي، موهبه الرقص والغناء، والموضوع الثاني غيكون في الجزء الثاني من اللقاء. اول شيء، انا من يعني من الصغر ديالي كنشوف راسي قبل ما يكونوا الهواتف الذكيه، كان غير التلفاز ولا البارابول. ديما انا عندي ميول القنوات اللبنانيه، مثلا بحال ال بي سي، ال بي سي لبنان. كيعجبني تيدير الفاشن، كانوا كيديروا مسابقات ميس لبنان، كيديروا برنامج هزيه نواعم، برنامج ديال الرقص، وكيعملوا معروفين البرامج ديال الهواة مثل ستار اكاديمي، سوبر ستار، عرب ايدل، عرب غوت تالنت. هاد البرامج هادو، هذا هو الشغف ديالي. كنت كنشوف راسي انه كيعجبني الفن، ولكن ما كنتش كنشوف انه خاصني ندير خطوات انا نكون ندخل هذا المجال الفن. السبب اللي خلاني انه نفكر انه ولوج مجال الفن هو انه فايت لي انا خدمت في دومينات من غير مجال الفن، طبيعي الحال دومينات عاديين، ولكن ما كنلقاش راسي فيهم، ما كنلقاش راحتي فيهم. لقيت انه ما كاينش محسن وما كاينش محلى من ان الانسان يشتغل في حد دومين يكون في كيخدم بالموهبه ديالو. مثلا اللي عنده مال غنائي ولا مغني، الرقص، التمثيل، الرسم، يعني الفنون التشكيليه. انا خديت هذه الخطوه هذه باش انه منها ان نحيد داك الشغف اللي عندي. ما بغيتش ان نوصل لحد العمر، مثلا نوصل لحد 60 سنه ولا 70 سنه ونقول يا ريت كون استثمرت في الشباب ديالي واستغليت الفرصه اللي عندنا دابا في المغرب، لانه الفن في المغرب يعني كنشوف في السنوات الاخيره ولا عاميه اكثر من قبل. حتى قبل قدرنا نقولوا كنشوفوا سمير سعيد او نقولوا رجاء بن مليح الله يرحمه كيضطروا يمشيو الدول العربيه اخرى، مصر او الخليج، باش يلاه يشتغلوا، او ذكرى، او باش واخا ماشي مغربيه، باش انهم يشتغلوا في هذا الدومين هذا اللي كيعجبهم. ولكن كنلاحظ انه في السنوات الاخيره انه الفن بالعكس، الفن عندنا حنا في المغرب ولاو فنانين عالميين، بحال مثلا بلقيس فتحي كتغني اغاني مغربيه. اوكي، انا كنشوف انه المغرب في مهرجان مثلا من مراكش، كنشوف انه المغرب يعني ولا كيحضن وكي ولات كتعتقيمه بزاف الفنان في جميع الميادين، سواء في الغناء، في التمثيل، ولات كتعطي اهميه. والسبب الثاني والجميل انه في مجال الفن هو انه ما كاينش واحد المعيار، ما كاينش انه مثلا حنا نقولوا الراقصه دينا عندها واحد ستيل في الرقص، الراقصه فيفي عبدو، الراقصه مايا، الشاكيره المغربيه، او الرقص ديال الشاكيره العالميه، كنلقاو انه كل وحده والستيل ديالها. هذا هو المميز في الفن، هو انه كيشمل اي جميع الستيلات. وهادشي علاش انا ناويه ان شاء الله، ناويه انه نعمل واحد ستيلت انا، واحد البصمه، نخلي واحد الطابع خاص بيا ان شاء الله. وعلى ذكر هذا الرقص، انا عملت واحد الفيديوهات في القناه ديالي، هو كان فيديو واحد هو جزئته خمسة اجزاء، هو كان بحال نقولوا تعريف عني انا كهند غزالي. بحال انا عطيت فيه غير تقريبا غير 5%، ما عطيتش كلشي اللي عندي، باش انه دائما كل مره يكون عندي الجديد مع الجمهور، كل مره يكون عندي الجديد في الرقص. ميمكنش انا نعطي جميع القدرات ديالي. وعلى فكره انا ما عمري دخلت شي معهد الرقص او لا دخلت شي مدرسه ديال التدريب على الصوت في الغناء. هادشي كامل ناويين نديرو، لانه كنت لاحظت انهم نجوم كبار، فنانين كبار، ملي بداو مجال الفن. مثلا نعطيكم مثال، إليسا حتى هي بقات كدرس الموسيقى، كتغني وفي نفس الوقت كدرس الموسيقى، يعني واحد 4 سنين. ومن ناحيه الرقص،
كذلك كيف قلت لكم قبيله انه الراقصه دينا عندها ستيل وفي فيها بدو والراقصات المغربيات حتى انا يكون عندي ستيل خاص بيا. دابا غندوزو الغناء. الغناء تو درت عليه فيديو في القناه ديالي كان عباره غير عن دندنه، جا فيديو عفوي حطيته حتى هويا ان شاء الله غادي تشوفوا. وانا ما كنقولش عندي واحد الصوت بحال فيروز ولا نقول صوتي بحال اسمان ولا اصاله، كل وحده وعندها القدرات الصوتيه ديالها. ان شاء الله باغا نكون كيعجبني الستيل ديال مريم فارس، كيعجبني بزاف، يعني انه الفن الاستعراضي او نقولوا الغناء الاستعراضي، كيعجبني نغني وفي نفس الوقت نكون كنرقص، هذا هو الستيل اللي باغا نمشي به. كتعجبني نورا فاتحي المغربيه، هذيك راه لا نقاش فيها، كنظن ما كاينش شي واحد غيقول انها ما كتعرفش تشطح، راه ولات فنانه عالميه. كتعجبني نورا فاتحي بزاف. من ناحيه الغناء هو غادي ان شاء الله غناخذ فيه تدريبات ضروري مع ندرس الموسيقى. وكيف قلت لكم انا غندير ستايل ديال بحال ديال مريم فارس، انه غيكون الغناء ومعه الرقص، غندير فيديو كليبات. من ناحيه انا هذه الفكره هذه اول مبدئيا، هذه الفكره هذه ديال انه ندير نعمل لقاء صحفي اولا الولوج عالم الفن، هذه الفكره هذه كانت هذه تقريبا 3 سنين وانا عندي الفكره من بدايه 2019، وانا عندي الفكره انه نعمل مجال الفن، غير كل مره كتجي واحد الظروف وتاجل الموضوع. هذا علاش. اوكي، من ناحيه زعما كاين المحاولات اللي دارت والامور اللي درت في 3 سنوات السنوات الاخيره غادي نهضر فيها في القناه ديالي. هادشي اللي كاين. بالنسبه شنو اللي مخلاش انك تدخلي المجال الفني من شحال هادي من صغرك؟ من صغري. ما دابا حنا شنو نقول لك، كاغلب تقدر نقولوا حنا 50% الوالدين ديالنا كيكونوا ما عارفينش انه انسان ممكن يشتغل بالموهبه ديالو. كون كان والديا يعني واعين بالموهبه اللي عندي اكيد غادي يدخلوني معهد الرقص او يدخلوني يدخلوني عند شي مدرب صوتي بحال ما هكا. يعني حتى الوالدين ما كيكونوش عندهم دور كبير انه يلاحظوا شنو هي الموهبه ديال ولادهم. وانا قبل كنت كنتفرج في هادشي ديال الفنانين والفنانات والرقص، ديما انا كنتفرج في هادشي، مثلا الرقصه التركيه كتعجبني، ديدم كتعجبني بزاف، كنبقى نتفرج، ولكن ما عمري جات في بالي انه انا وليت انا ولوج الفن. مثلا تقديم البرامج كيعجبني هادشي ديال الفاشن، بزاف الحوايج كيعجبوني، حتى التمثيل يقدر انه يقدر انه شي مخرج مغربي يقدر يشوفني، انه يقدر يشوف انه الوجه ديالي كيصلح نكون يعني في شي عمل فني. انا كنرحب بهذه الفكره، ما عنديش نقول لا، ولكن سبب اللقاء هو الموهبه ديال الرقص والغناء. وكيف قلت لك هو انه قبل كنت كنشتغل عادي، ولكن الدعم ما كاينش، الدعم الاسري كيلعب واحد الدور كبير بزاف، ولكن دابا خديت قرار وانه نجرب. على فكره هاد المساله ديال انه نخدم نشتغل بالموهبه ديالي غنديرها كضربه حظ، كضربه حظ، صدقات هي هذيك ما صدقاتش هي هذيك، ولكن رغم ذلك انا عندي واحد الحدس عالي، واحد الاحساس عالي هو انه غادي ننجح في هذا المجال ان شاء الله. والسبب الثاني عاوتاني اللي خلاني انني ندير هذا المجال هو 50% اللي خلاني ندير هذا الدومين هذا هو المرض ديالي، حيت انا مريضه، عندي اش نقول لكم، عندي جيوب انفيه، الحساسيه وهادشي ديال الناس الحساسيه والدقر عارفين هادشي، عندهم حساسيه ديال الدخان ديال التلوث، الحساسيه من الجلوتين في الماكله، وهادشي الاعراض يعني غدا كتزاد. وانا واحد حنا ما عندناش العروبيه، صادف انه مشيت العروبيه غير مؤخرا شي 6 شهور مع 7 شهور، كنت مشيت مع واحد السيده معروفه فيه، درت مع مقابلات، راه سميتها عائشه الصريدي، ملقبه بسترك مسطره كدي ملقبه بهويا مسطر. كنت مشيت معها العروبيه، واخا ديك 3 ايام ما عجبتني، جاتني بحال 3 ايام ديال الجحيم، وانما في ديك 3 ايام انا اكتشفت واحد الحاجه ما كنتش راده لها البال، انه هذيك 3 ايام ديك الجو ديال ولاد السيد سطات بحال السحر. الاعراض اللي كتكون عندي انا عايشه دابا في كازا ما حسيتش بها كاينه تما، كاينه بالمره، لانه كضرني هاد الجهه اليمنيه، كضرني ودني، عندي حساسيه من الدخان، ولكن مشيت تما كاينه حتى من الماكله ما بقاش عندي من الحساسيه بحال قبل. يعني خديت قرار وانه فين خاصني نكمل حياتي على حسب صحتي، خاصني نكمل حياتي في العروبيه، وباش انه تكون عندي واحد الارض في العروبيه ونبني فيها شي دار، راه ما يمكنش نديرها بشي خدمه كنتوشي فيها
2000 درهم ولا 3000 درهم، يعني واخا نبقى خدامه حياتي كامله باش نجمع واحد 100 مليون راه ما يمكنش. يعني هذا الشيء علاش قررت انه هذا المجال ديال سواء الرقص، غناء، تمثيل، فاشن، كنظن انه هذا المجال قدر انه نتوفق انه نكمل حياتي في العربيه، ناخذ لي شهاده ان شاء الله في العربيه. المهم انا هذا المجال ديال المواهب بغيت نشتغل بهم من ناحيه انه الشغف ديالي، عندي واحد الشغف بغيت نحقه ونجرب نشوف نجرب حظي في مجال الفن. ثاني شيء هو انه زعما كاين 50% على قبل باش نعيش واحد الجو زويون، يعني ماشي بحال كازا. هذا علاش لقيت الكلام ديالك انك مثلا تلاقيتي مع هويا مصطفى؟ تلاقيت بها بسبب العلاقه ديالكم. شنو بسبب دابا انا شفتها انها كتخبط بوحدها، ما عارفاش انها جاتها الشهره، جاتها فرصه الشهره مع وما عارفاش قيمه راسها. تابعش حوايج، يعني تابعش حوايج ما غينفعوهاش. انا اتصلت بها قلت لها غادي نكيديك غنساعدك واحد مده شهر، فهمت شنو بحال نقولوا انا بسطتها لها حتى ما كنت فهمتي عندها استيعاب ماشي بسطتها لها، قلت لها نقدر نكون ماناجر ديالك واحد مده شهر وغادي نقول لك كاع دوك الامور اللي يعني اللي خاصينك اللي كيكونوا الناس كينصحوك بهم في التعاليق وانت ما كترديش لهم البال، غادي نوقف معك فيهم. وفي نفس الوقت كنت غنوقف مع انها دير عمليه تجميل، يعني عمليه الشفط، ومنها باش ندير واحد الفيديو كليب. كنا بغينا نديروا هذا الفيديو كليب ديال الرقص، سواء ندربوا على رقصه ونديروها بزوجنا او كل وحده فينا تشطح بالطريقه اللي كترتاح فيها. ولكن انه ديك 3 ايام المهم قدام اش نقول لك هاد المساله هذه نقدر الناس اللي كانوا بغا يعرفوا علاش ولا حيت انا ماشي هذا هو الموضوع ديالي فاش جيت نقدر ندوي فيها اون ديتاي، حيت راه عشت 3 ايام يعني راه باش نهضر بالتفاصيل راه ما يمكنش فهمتيني. نهضر فيها في فيديو محايد في القناه ديالي، الناس اللي مهتمين يعرفوا علاش انه ما كملش داك الشيء. وكنت باغا نوقف مع يعني وقفه ديال 10 رجال يعني فهمتيني، نوقف عادل بصح حتى انا بنت مع بنت راه تحس بها فهمت راه نقول لك. الموضوع ديالك شنو الصعوبات اللي كتلقاي مع الاسره ديالك انك الصعوبات جاتني الضحكه. المهم بالنسبه للمجال الفني هو انه بحال اغلب العائلات تقريبا كيقول لك كاين واحد المعارضه، ولكن انا كنبقى نقول لهم راه لطيفه رأفت غنات، دنيا فاطمه لقات دعم من الام ديالها من والديها، دعم من الزوج ديالها، الدعم الاسري. من ناحيه الدعم الاسري انا ما عنديش الدعم الاسري، وانما كنحاول بما امكن انهم يتقبلوا الفكره هذه انه راه شي حاجه عادي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.